وفي قطاع غزة نظمت الفصائل الفلسطينية مسيرة دعم ومساندة لاستمرار انتفاضة القدس ومنددة بكل المحاولات الداعية لما سمي برأب الصدعة مع العدو الصهيوني. الحراك الشعبي لنصرة المسجد الأقصى والمساند للهبة الفلسطينية في الضفة الغربية متواصل في قطاع غزة، وقفة دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي وبمشاركة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، طالبوا من خلالها على ضرورة استمرار انتفاضة الأقصى وتصعيدها ومساندتها بكافة الوسائل. هذه الفعالية في غزة اليوم تأتي لدعم أهلنا في الخليل والقدس المحتلة، لدعم الحرائر، لرفض الإعدام الميداني في الخليل والقدس، والتأكيد على وحدة القضية الفلسطينية، وأيضا على استمرار الانتفاضة كطريق للتأكيد على حقنا في فلسطين. المشاركون في المسيرة نددوا بكل المحاولات الداعية لرأب الصدع مع العدو الصهيوني، مؤكدين على أن المقاومة لن تتوانى عن المضي قدما في مواصلة الانتفاضة والوقوف ضد كل المحاولات الساعية لوأدها وإخمادها بما يسمى الحلول السياسية. ما نراه اليوم من هذه الانتفاضات وهذه الضربات الموجعة التي وجهت لهذا الاحتلال في جبهته الداخلية هي بفعل رعاية فصائل المقاومة. نقول بأن اليوم المسيرة الانتفاضة مستمرة، ونقول بأن سيكون هناك وستشهد هذه الانتفاضة تطورا وتقدما جديدا، ولكن كل شيء في حينه وكل شيء في وقته بما يتناسب مع طبيعة نضال هذا الشعب الفلسطيني. ضرورة توحيد الصف الفلسطيني ومساندة العالم العربي والإسلامي للانتفاضة لردع بلطجة الإرهاب الصهيوني المتواصل كان مطلبا حاضرا في المسيرة لردع بلطجة الإرهاب الصهيوني المتواصل والذي تعدى حدوده بالحصار والقتل والأسر والمساس بالمقدسات. كل هذه الإجراءات جربت قبل ذلك، وهدمت بيوت ودمرت منازل وقتل الآلاف من أبناء شعبنا، واعتقالات وجرائم ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وظلت هذه الموجات، موجات الانتفاضة تتكرر وتتصاعد، وأنا أقول أن هذه الموجات، موجات الانتفاضة لن تتوقف إلا برحيل هذا الاحتلال الإسرائيلي، وكل هذه الإجراءات والجرائم والإرهاب لن يرهب ولن يفت عضد أبناء الشعب الفلسطيني على مواصلة الانتفاضة. من أجل استمرار وديمومة هذه الانتفاضة هو تعزيزها بالوحدة الوطنية والتفاف جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وكل أطيافه الوطنية. نحن نعتبر بأن هذه هي الضامنة الأساسية لاستمرار هذه الانتفاضة وتطورها بأشكالها المختلفة. استمرار الانتفاضة ومقاومة المحتل مطلب فلسطيني يقطع الوريد الذي يضخ في خيارات التسوية العقيمة والسلام الزائف والذي لم يعطي ثماره رغم كل المحاولات. ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة، معادلة أجمع عليها الكل الفلسطيني، رافضين لكل المحاولات الاستسلامية التي زادت من تبجح العدو الصهيوني وتعنته بحق الفلسطينيين. غادة خالد، لتلفزيون الكوت، قطاع غزة.